نناقش أهم ما جاء في الصحف العالمية والإسرائيلية، حيث ينضم معنا من واشنطن السيد إيهاب عباس الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيد إيهاب على شاشة الغد. أبدأ معك بما نشرته إسرائيل هيوم، التي نشرت تقريرا حول بأن الانتظار مقامرة لا تنجح أو قد لا تنجح، ولا دليل على أن الضغط العسكري سوف يعيد المحتجزين. نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين. يعني طبعا فكرة الضغط العسكري ربما تحقق بعض الأهداف لكن لن تحقق كل الأهداف فيما يبدو. اليوم واشنطن مضطرة أن تذهب مع إسرائيل إلى أقصى مدى ممكن لمحاولة تحقيق أهدافها المعلنة منذ اليوم الأول لهذه الحرب، وهي القضاء على حماس سياسيا وعسكريا، محاولة تحرير الرهائن عسكريا، وأنه سيكون هناك قطاع غزة بعد يعني انتهاء هذه الحرب بدون حماس. ما الذي تحقق من هذه الأهداف حتى اللحظة؟ لا شيء. حتى مسألة تحرير الرهائن عندما حدثت يعني التفاهمات السياسية والدبلوماسية وتدخل الوسطاء وتفاهم الجانبين الإسرائيلي و الحمساوي في هذا الإطار لفكرة التبادل. هل قضت إسرائيل على حماس؟ لا، ولن تقضي من وجهة نظري، لأن حماس في نهاية المطاف فكرة، والفكرة حتى تقضي عليها يجب أن تقضي عليها بفكرة أخرى، بمعنى أن التفاوض لإيجاد حلول حقيقية وناجعة ونهائية لوضع الشعب الفلسطيني هي الفكرة الأنسب والأكثر عقلانية والأكثر وجودية إنجاز التعبير. لكن القضاء على يعني حماس من الممكن أن تقضي عليها سياسيا إذا ما استثمرت في العمل السياسي مع الفلسطينيين، لكن ستظل المقاومة حماس موجودة والفصائل الفلسطينية الأخرى موجودة، بالرغم من إعلان إسرائيل بالأمس أن هدفها هو القضاء أيضا على بقية الفصائل الفلسطينية. فالأمر سيكون صعب. طيب، إذا ما انتقلنا إلى التقرير الذي نشرته صحيفة هارتس، والذي جاء تحت عنوان أثناء تقدمه نحو خان يونس يواجه الجيش الإسرائيلي أعنف قتال في حرب غزة حتى الآن، هنالك سؤالان سيد عباس. السؤال الأول، الولايات المتحدة كانت تعارض هذا المخطط الإسرائيلي بشأن ما يحدث الآن في جنوبي قطاع غزة، وقالت أنها لن تسمح بتكرار سيناريو الشمال في الجنوب. أما السؤال الثاني، لماذا تعتبر هذه المعركة في المناطق الجنوبية هي الأعنف؟ والله شوف حضرتك، هناك طبعا تصريحات للاستهلاك الإعلامي والشو المحلي والدولي، وهناك تصريحات حقيقية وتصرفات على أرض الواقع يعني تنبئ وتشي وتخبر بما هي حقيقة الأمور. التصريحات الأمريكية في هذا الإطار يعني إذا ما قارناها بما يحدث على أرض الواقع والدور الأمريكي على أرض الواقع، سنجد أنها يعني غير متناسبة مع ما يقوله المسؤولون الأمريكيون، وغير متطابقة مع هذه التصريحات، بل تخالفها وتعمل ضدها. على أرض الواقع الولايات المتحدة أو إدارة جو بايدن تقدم الدعم الكامل لإسرائيل عسكريا تحديدا وسياسيا، وتوفر لها الغطاء الدبلوماسي للاستمرار في تنفيذ عملياتها العسكرية في القطاع. طيب، ما هو مصير الفلسطينيين في القطاع حتى اللحظة طبقا للروايات الأمريكية والتعليقات الأمريكية؟ لا شيء، يعني مساعدات قليلة جدا تدخل، عدم توقف لضرب المدنيين الموجودين داخل القطاع، مسألة حشر الفلسطينيين في جنوبي القطاع مستمرة وما زالت يعني لا تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية ميدانيا. الحديث الإعلامي حدث ولا حرج، لا تهجير، لا يعني إفراغ للقطاع، لا لا لا، لكن ما يحدث على أرض الواقع أمريكا لا تتحرك في هذا الإطار. وبالتالي لا، التصريحات الأمريكية غير متناسبة مع التحركات على أرض الواقع. طب الشق الثاني، اعتبرت هذه الصحيفة صحيفة هارتس أن الجيش يخوض الآن أعنف المعارك وأعنف قتال في حربه على غزة، لماذا برأيكم سيد إيهاب؟ لأن هذه هي المراحل التي من المفترض أن تكون هي المراحل النهائية، يعني بعد جنوب قطاع غزة لا يوجد شيء، يعني توجد مصر بعد ذلك.
فكرة القضاء على حماس إذا ما كانت إسرائيل ذاهبة لأقصى طاقة عسكرية ممكنة لتنفيذها تتطلب منها جهدا عسكريا كبيرا وقصفا أكثر عنفا وقدرات عسكرية أعلى. وهذا أنا ما قلته تحديدا، وقلت عبر قناة الغد وقنوات أخرى، أن القصف الإسرائيلي بعد الهدنة أو الهدن سيكون أكثر عنفا قبل حتى أن تحدث أول هدنة، لأن إسرائيل مع أول هدنة الصورة التي صدرت إلى العالم أن إسرائيل هزمت وأصبحت ضعيفة ورضخت للهدنة ورضخت لمحادثات مع حماس والفصائل للإفراج عن الرهائن وخلافه. وأنا عندها قلت هذه خدعة، يعني يجب أن لا يكون هناك انخداع بالموقف الإسرائيلي. لا، هي إسرائيل من الألم الذي حدث في 7 أكتوبر هي ذاهبة لأقصى مدى ممكن كي تحقق أهدافها العسكرية، وأعتقد أن فكرة الإفراج عن الرهائن اليوم أصبحت تأتي كهدف ثاني وليس هدف أول. يعني قبل ذلك كان هناك هدف أول، الإفراج عن الرهائن ومحاولة موائمة الظروف والأوضاع كي يتم هذا الأمر عسكريا طبعا. لكن ما يحدث اليوم هو العكس، أن الوضع العسكري هو المتفوق لفكرة القضاء على حماس، ومن ثم إذا بقي رهائن في القطاع من الممكن أن يتم تحريره. طيب، ننتقل الآن إلى صحيفة واشنطن بوست التي نشرت تقريرا تحت عنوان بأن القنابل الغير متفجرة والكثير منها أمريكية الصنع يمكن أن تجعل أجزاء من غزة غير صالحة للسكن. ما الذي يفهم من هكذا عنوان سيد إيهاب؟ هي وجهة نظر للصحيفة، يعني هي لديها معلومات توفرت أن هناك نوعية من الأسلحة ستجعل الأمور صعبة بعد ذلك على الفلسطينيين للعيش في وسط يعني وجود هذه النوعية من ولكن القنابل ذكرها المتفجرة. ذكرها لأن القنابل غير المنفجرة أو المتفجرة والكثير منها أمريكية الصنع، ربما هذا يشكك في الصناعة العسكرية الأمريكية وفي جودتها. لا، هذا على فكرة موجود في كل الحروب، يعني دائما هناك يعني فائض من القنابل والذخائر التي لا تنفجر بغض النظر. يعني نحن نتحدث عن القوة العسكرية الأكبر في العالم، فيعني أمريكا يعني في هناك هامش خطأ دائما في كل الصناعات الديفكشن أو الصناعات المعيبة، وهو من ضمنها الصناعات العسكرية. ومع هذا الكم الكبير من القنابل والذخائر التي تستخدم في القطاع، يعني عشرات الآلاف من الأطنان، توقع أن يكون هناك مثلا 100 طن أو شيء من هذا القبيل لم تعمل بشكل طبيعي. هامش خطأ من الممكن أن يكون بنسبة 2% 3-5، فهذا جائز جدا. يعني حتى نفس الأمر موجود بين روسيا وأوكرانيا. الأوكران نفسهم كانوا يتحدثون عن مئات وآلاف من القنابل غير المنفجرة يعني. طيب، بالانتقال إلى صحيفة جيروزاليم بوست التي نشرت مقالا تحت عنوان من أجل مصلحة البلد يجب أن نغير القيادة الإسرائيلية، نتنياهو أصبح غير مجدي على ما يبدو للمجتمع الإسرائيلي. سيد إيهاب، هذا تصريح محلي للشعب الإسرائيلي وليس للشعوب العربية كي تفرح أنه سيتم تغيير نتنياهو فتنتهي الحرب وتعود الأمور كما كانت. لا، ودائما أنا وأقول ذلك عبر قناة الغد وبقية القنوات، يجب أن نفرق بين ما يقوله الإسرائيليون بين أنفسهم وبعضهم البعض في وسائل إعلامهم وصحفهم، وبين ما يقولونه لنا. يعني فكر مثلا، مثال بسيط وسريع، عندما حدثت المظاهرات الكبيرة في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى بسبب تعديلات القضاء، خرج كثير من الأصوات الإعلامية العربية للحديث أن إسرائيل تسقط وحرب أهلية في إسرائيل وأنهم، وأنا عند ذلك قلت هذا لن يحدث، هناك خلافات داخلية بينهم، لكن عندما يتعرضون لموقف خارجهم يقفون على قلب رجل واحد، وهذا طبيعي في أي دولة من الدول الطبيعية. فإسرائيل لن تختلف على هذا الأمر، ستكون يعني هم يريدون تغيير نتنياهو ليس بسبب ضربه للفلسطينيين في غزة ومحاولة قضائه على حماس والفصائل، لا، هم يريدون تغيير نتنياهو لأنه لم يكن متيقظا، لا هو ولا قادة الحكومة ولا الجيش ولا الاستخبارات بما حدث في 7 أكتوبر، وبسبب طبعا الفشل في إدارة ملف الأسرى لدى حماس والفصائل الفلسطينية، ليس لأنه يقوم بضرب غزة ويقوم بعمليات عسكرية وإبادهم. نعم، أشكرك، شكرا جزيلا لك سيد إيهاب عباس الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا.